مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. بعدما أثارت زوجة الناخب الوطني وليد الركراكي فضول المغاربة بعد ظهورها في العديد من الفيديوهات رفقة والدته بالمدرجات، سنكتشف من خلال هذا الفيديو شيء لا تحبه زوجة الركراكي. جيت شوفوا عرفتي باغطة تقتلني، ما كتحملش انستغرام. مرات وليد الركراكي هي الفضحة كتخبع من انستغرام. خصني نحلك. هلا كومو اس؟ هلا كومو اس؟ هلا هلا كومو اس؟ هلا 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 هلا. خصني ندير لك انستغرام؟ نو سي نو، عندي انستغرام. وتشوف جا انستغرام يا قلت لك واحد. وي عندك واحد كتبعني درتي لي فولو من والديك. واحد النهار قلت لها ما عرفتش كيف انا وياها صحابات، ما عندهاش انستغرام، ما عندهاش فيسبوك، ما عندها والو. غنجي نحلها ولا ندير فوكونت. ندير فوكونت بسميتها صافي اليوم. وانا جينا نشوفو الاولاد جاو يهبطو يتصورو مع لي جوار، انا بقيت معاها في الشامبر ما بغاتش تهبط. صافي بغيت نوريها لكم وتقول لكم اولا اولا فتحها حتى هي.